تطلع تسافر في حملة، يحطونك ويا مجموعة من أفراد الحملة. زين، بدال ما هو يفرحك بالزيارة، يفرحك بالعمرة، يكون صديق خير إليك، يشجعك، يشجعك على العبادة. أكو ناس والعياذ بالله يمكن يكرهون الآخرين في السفرة. أنا أعرف بعض الأشخاص بعض السفرات قطعوا سفرتهم، قالوا ما يتعاشر، ما ينقعد وياه. صح، صلاة حصل يصلي، زيارة سباق للزيارة، لكن أخلاقه جدا تعبان، سلوكه مع الآخرين مزعج، مضايق للآخرين. الإمام سلام الله عليه يقول ما علي من عندك، إجيت زرت أو صليت أول الوقت، أريد أشوف معاملات. ليش إحنا نقول الدين المعاملة؟ جرب دينك في معاملتك مع الآخرين. الإمام يقول ليس منا، يعني هذا ما نقرب إلينا، تريدنا نقربك تكون مقرب للآخرين. فلهذا قال ليس منا من لم يحسن، من لم يحسن صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقه، وممالحة، يعني الحديث يسولف وياك سولف وياه، يمزح وياك امزح وياه، وممالحة من مالحه، ومخالقة من خالقه. هو يجي يتقرب إليك وإنت بدل ما تعامله بأخلاق حسنة قابله بأخلاق سيئة. فإذا واحدة من مفاصل الحياة السفر، ويدعو أهل البيت إلى أن نتعاطى بالمزاح والملاطفة في السفر.